اللقاحات ضد كوفيد-19 المتوفرة في كندا آمنة وفعالة، فقد تمت المصادقة عليها من لجنة خبراء مكونة من خبراء علميين وأطباء، كما خضعت هذه اللقاحات لنفس معايير الجودة والسلامة على غرار كل اللقاحات المستخدمة في كندا. يوجد في كندا وكيبيك نظام شامل لمراقبة اللقاحات. لماذا أحتاج إلى التلقيح؟ تمنع اللقاحات ضد كوفيد-19 المصادق عليها من وزارة الصحة الكندية من الأشكال الحادة للمرض ومن خطر المضاعفات، كما أنها تساهم من الحد من الاستشفاءات ومن الوفيات ومن تفشي المرض بين السكان. الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية، كما تساعد اللقاحات أيضاً في الحفاظ على حسن سير النظام الصحي. من هم الأفراد المعرضون للخطر؟ كبار السن هم الأكثر عرضة للمضاعفات وللوفاة من مرض كوفيد-19. الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو الذين لديهم اتصال متكرر بأشخاص مصابين أو الذين يعانون من ضعف المناعة هم معرضون أيضاً للخطر، لكن السن تظل عامل الخطر الرئيسي. أنا أعمل في مستشفى، هل يمكنني تلقي اللقاح على سبيل الأولوية بصرف النظر عن عمري؟ نعم، إن كنت تقدم خدمات الرعاية الطبية مباشرة للمرضى فإنك معرض لخطر الإصابة بكوفيد-19 بصفة عالية. يتم اتخاذ تدابير خاصة لتوفير التلقيح في مكان عملك. يوصى بشدة بالتلقيح لأنه يساعد في حمايتك من المضاعفات المحتملة وفي حماية أسرتك والأشخاص الذين ترعاهم. أين يمكنني التلقيح؟ حالياً المجموعات ذات الأولوية مدعوون لحجز موعداً عبر الإنترنت في نقطة خدمة قرب محل إقامتهم على الموقع quebec.ca/vaccin-covid. التلقيح مجاني ويجرى فقط من خلال برنامج كيبيك للتحصين، وبالتالي لا يمكن الحصول على جرعات من السوق الخاص. أواجه صعوبة في استخدام الإنترنت أو لا توجد فترة زمنية متاحة في منطقتي للأسابيع القليلة المقبلة. اتصل على الرقم 1-877-644-4545 وسنساعدك. يمكنك أيضاً طلب رمز منطقتك مطبوعاً برقم 644-4545 للوصول إلى الخدمة الهاتفية. جرعة واحدة أو جرعتين. أظهرت الدراسات فعالية كبيرة في الحد من الشكل الحاد لكوفيد-19 بعد جرعة واحدة فقط، وذلك حتى بالنسبة للمسنين. أما الجرعة الثانية فهي مفيدة للحصول على أقصى قدر من الحماية. عند موعدك الأول للجرعة الأولى سيتم تحديد موعد آخر بعد 16 أسبوعاً للجرعة الثانية. بمجرد تلقي اللقاح سيتم إعطاؤك شهادة لإثبات التلقيح. بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل تلقي اللقاح فلا حاجة إلا لجرعة واحدة، فالإصابة بالمرض تساهم في استجابة الجهاز المناعي تماماً مثل جرعة اللقاح الأولى، وبالتالي فإن جرعة اللقاح لشخص أصيب بكوفيد-19 تكون بمثابة جرعة تكميلية مثل الجرعة الثانية من اللقاح في حالة الشخص الذي لم يصب مطلقاً بالمرض. لاحظ أن تلقي جرعتين من اللقاح حتى لو كنت مصاباً بالفعل بكوفيد-19 لا يمثل أي خطراً عليك. هل يمكنني التخلي عن التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بعد التلقيح؟ يتطلب لقاح كوفيد-19 14 يوماً على الأقل ليكون فعالاً، والأمر يقتضي عدة أشهر لحماية جزء كبير من السكان باللقاح، لذلك يجب الحفاظ على مسافة مترين مع ارتداء قناع أو غطاء للوجه وغسل اليدين تكراراً. عندما يتم تلقيح أغلبية السكان والسيطرة على انتشار الفيروس ستعلن الحكومة عن إجراءات جديدة. هل يمكنني اختيار لقاحي؟ لا، ليس من الممكن اختيار اللقاح الذي ستتلقاه، سيتم تحديد ذلك وفقا للجرعات المتاحة.
تحمي جميع اللقاحات المتاحة أكثر من 80% من الأشكال الحادة لكوفيد-19، مما يحد من الاستشفاءات ومن الوفيات. من المهم أن تتحصل على التلقيح عندما يحين دورك باللقاح الذي سيكون متوفراً على عين المكان. إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن اللقاح المقدم لك، فناقشها مع اختصاصي الصحة المكلف بتقييمك عند وصولك إلى موقع التلقيح. يمكنك عندئذ اتخاذ قرار مستنير. ليس لدي بطاقة تأمين صحي، لست مقيما دائما، فهل يمكنني التلقيح؟ نعم، لأنه إجراء من تدابير الصحة العامة يهدف إلى حماية جميع السكان المقيمين في كيبيك. تتضمن الاستمارة عبر الإنترنت هذه الوضعية، ويمكنك اختيار الخانة التي تشير إلى أنك لا تملك بطاقة تأمين صحي. يجب عليك أن تدلي بتاريخ ميلادك والاسم الأول والأخير لوالدتك، وإن أمكن بمعلومات الاتصال بك عندما يحين وقت الجرعة الثانية. بغض النظر عن وضعك كمهاجر، فإنك تستطيع التلقيح. إذا واجهت صعوبات، فلا تتردد في الاتصال برقم كوفيد المذكور قبل ذلك. تذكر، التلقيح لا يحمي 100% من كوفيد-19، ولكنه يقلل الأعراض ويمنع المضاعفات الطبية المتصلة بالفيروس. من مسؤوليتنا حماية أنفسنا، وكذلك حماية أفراد عائلتنا ومجتمعنا ومكان عملنا.